ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من مدينة الريحانية الخبير العسكري والسياسي السوري أديب العليوي، مرحبا بك. إذا استمرار هذه الغارات على مناطق خفض التصعيد يطرح سؤالا عن الاتفاقيات التي تبرم ثم تنقض، ما سبب نقض الروس ونظام الأسد اتفاق أستانا الأخير؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة ما نلاحظ أن روسيا لم تلتزم في ولا مرة في الاتفاقيات التي يتم إبرامها بينها وبين الجانب التركي، نقضتها أكثر من مرة وهي التي تقود المعركة، يعني أقول في ريف حماة. حتى أن في تقريركم القصف الذي جاء وسقط فيه مجموعة من الأتراك في منطقة عفرين هو بضوء أخضر روسي، يعني القصف تم من مدينة ترفعت، ومدينة ترفعت هي محتلة من قبل الانفصاليين الأكراد المتواجدين في المنطقة ولكن بحماية روسية. ويعني أقول أن الآن روسيا مأزومة جدا وبالتالي تقوم بهذا القصف الهمجي وتقتل كل هذا الكم من البشر. لكن هناك نقطة أهم، وهي أن هناك الحقيقة قلة، يعني أقول عدم تفاهم. الآن كلما اقتربت تركيا من التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك الحقيقة روسية تركية. ولذلك أنا أقول أن روسيا اليوم تصعد من على جبهات ريف حماة، إضافة إلى ذلك تصعد من الجهة الأخرى التي هي مقتل الانفصالي الأكراد والتي تدعمهم روسيا في منطقة ترفعت ومرعناز وغيرها. أيضا عفوا، على الصعيد نفسه تماطل أمريكا في يعني إنشاء منطقة آمنة المتفق عليها طبعا، إلى أي مدى ترغب أو ترى رغبة المجتمع الدولي في حل هذه الأزمة السورية؟ يعني موضوع المنطقة الآمنة دعني أقول أنه ليس للمجتمع الدولي فقط التفاهمات التركية أمريكية، يعني وحتى الآن لم تسفر عن 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 شيء يعني كبير. يعني كان هناك تفاهمات تركيا ترغب بأن تكون المنطقة الآمنة شرق الفرات بعمق 30 إلى 32 كيلومتر بمسافة يعني 460 كيلومتر على كامل الحدود المنطقة، لكن الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا توافق على ذلك، توافق على فقط من 12 إلى 15 كيلومتر كعمق ومسافة 140 كيلومتر أكثر ولا أقل. وبالتالي أنا أقول هناك يعني لا يزال بون شاسع بين الولايات المتحدة، ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وما تريده تركيا، لكن هناك تقدم دعني أقول، وهناك خطوة يعني بالاتجاه الصحيح. يعني أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك تعهدات في منطقة منبج لم يعني تنفذ التعهدات التي يعني أعطتها. ولكن التصريح الأخير لوزير خارجية تركي تعليقا على ما سماه مماطلة أمريكا في إنشاء المنطقة الأمنة، قال إن تركيا لن تسمح بأن يكون ما سماه هذا الإلهاء أو المشاغلة هدف الاتفاق. يعني هل ستتخذ تركيا قرارها بإنشاء المنطقة الأمنة منفردة؟ لا أعتقد أنها تستطيع أن تنشئها منفردة، ولكن تركيا عازمة على أن يكون هناك منطقة آمنة، وهناك جدية كبيرة من قبل تركيا. يعني دعني أقول أن تركيا ستخطو خطوات يعني لتنفيذ هذه المرحلة الآمنة، لكن على مراحل، لن تستطيع ان تنفذها كمرحله واحده كما حصل في غصن الزيتون في الفتره السابقه. ستنشئ هذه المنطقه الامنه، ولكن اعتقد انها ستنشئها على مراحل، بمعنى ستتقدم لمسافه 15 كيلو متر وممكن ان تزداد هذه المسافه المساحه في العمق لاكثر من ذلك قليلا، وحتى على الحدود سيكون هناك حماية لحدودها على المسافة 460 كيلومتر، بمعنى أن كل هذه الحشود التركية لن تثني يعني تركيا عن عزمها على إنشاء هذه المنطقة الآمنة. عندما ننظر ميدانيا على الأرض يعني نجد هناك ضربات من نظام الأسد على مناطق خفض التصعيد، تقابلها أيضا ضربات للمتمردين الأكراد على مناطق ممر السلام. هل هو تمرد على الفاعلين في المشهد السوري أم هو توزيع أدوار برأيك؟ قطعا ليس تمرد. روسيا التي احتلت سوريا احتلال بكامل الأركان هي التي تعطي الضوء الأخضر لميليشيات النظام، بل أكثر من ذلك هي التي تقوم بالقصف أيضا من خلال طائراتها ومن خلال القوات الخاصة الروسية. اليوم يعني ليست غرفة العمليات الروسية هي التي تقود معارك حماة،
بل إن غرفة العمليات تقود هذه العمليات وتقصف جوا، وكان هنا النسق الثاني لقوات النظام والميليشيات المتواجدة معه، هي النسق الثاني هي كلهم القوات الخاصة الروسية. وما لاحظناه اليوم في شرق ريف إدلب كان له يعني كان واضحا جدا بأن القوات الخاصة الروسية هي من يدير هذه العمليات، وهي التي تشارك في معارك شرق إدلب. إضافة إلى ذلك، المتمردين الأكراد الذين هم متواجدين في تل رفعت لا يمكن أن يقوموا بقصف النقطة التركية في منطقة أفرين إلا بضوء أخضر روسي، بمعنى أن روسيا الآن الحقيقة يعني هي التي تحرك هذه الأذرع إن كان في تل رفعت المتواجدة فيها الأكراد وتحت العلم الروسي، وإن كان في ريف حمر. هناك من يقول إن الحل السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية يمكن أن يكون مخرجا للأزمة السورية في ظل ما يحدث، ما رأيك بهذا الطرح؟ يا سيدي، نحن في سوريا ليست أزمتنا أزمة الدستور، نحن أزمتنا أزمة عدم تنفيذ الدستور. حتى دستور الخمسينات نحن نقبل به، لكن المشكلة ليست في الدستور، المشكلة في تطبيق الدستور وفي تطبيق أحكامه. والنظام السوري المتواجد وبشار الأسد وحافظ الأسد من قبل لم ينفذوا ولم يطبقوا ما جاء أصلا في الدستور، ولذلك قامت هذه الثورة المباركة على بشار الأسد وعلى حافظ الأسد لأنهم لم يطبقوا الدستور. لذلك أنا لا أعتقد أن الأزمة هي أزمة الدستور، الأزمة أزمة تفاهمات دولية على الأرض السورية. ولا دعني أقول أن الطغاة مثل بشار الأسد هم الذين يجذبون الغزاة، وبالتالي سوريا محتلة احتلال كامل الأركان من قبل روسيا، إضافة إلى ذلك هناك احتلال مركب من قبل إيران. من الريحاني الخبير العسكري والسياسي السوري أديب العلياوي، شكرا جزيلا لك.